محمد، وتعرض لنا موضوع غاية في الأهمية، وهو علاقة قطر بالجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة. وتعكس السؤال بأن هل هذه العلاقة هي علاقة أيديولوجية أم علاقة مصلحية؟ وأنا في وجهة نظري حقيقة، ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع ومن خلال دراستي في العلوم السياسية، يتضح بأن علاقة قطر مع هذه الجماعات لا تمثل مصلحة وطنية لقطر ولا لمحيطها الإقليمي على الإطلاق، وإنما هذه المنطلق الأساسي لهذه العلاقة هو مرتبط بالفكر والأيديولوجيا التي تؤمن بها قطر على ما يبدو، والذي أصبح هذا الفكر يخالف كل الاختلاف الفكر القائم في الدولة الخليجية. قطر اليوم أصبحت مختطفة كل الاختطاف من مثل هذه الجماعات التي تسعى إلى فرض أجندتها على 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 المنطقة، وبما في ذلك المنطقة الخليجية. وقطر ليست إلا وسيلة من أجل تحقيق غاية هذه الجماعات. اليوم قطر مختطفة من هذه الجماعات، فهذه الجماعات لا تمثل، وعلاقة قطر بها لا تمثل مصلحة وطنية لقطر، وإنما هي حقيقة تضر بالمصلحة الوطنية لقطر وتضر بالمصلحة الوطنية لدول المنطقة. وللأسف قطر تتجه في اتجاه خاطئ بكل معنى الكلمة، حتى علم السياسة لا يفسره لنا بالطريقة التي تفعلها قطر. قطر تتهج نهج مخالف لمصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة باتباعها للسير في اتجاه مثل هذه الجماعات.